موز وسيائر على غناء البدع بثر وتصوير خلوا من التواصل يستمر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. أيها الإخوة المتابعون، هذه انطلاقة شوطنا 11 ضمن انطلاقات وتحديات هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تجمعنا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. هذا هو الشوط مخصص للحيل ضمن هذه الأشواط العامة، وهذا المساء الجميل المميز نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط ومن تحتل المركز الأول في هذا الانطلاق. شعار الفتان، من يحتل المركز الأول في هذه الانطلاقة مع هملولة؟ مصبح بن راشد الفتان، من يتواجد مع المركز الأول ومع قيادة هذا الشوط؟ ننتقل ونتعرف على المركز الثاني. المركز الثاني تتواجد زاهية لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، من تتواجد على المركز الثاني؟ ننتقل وإياكم إلى المركز الثالث، التواجد من ضبية علي بن حمد بن علي العطية، من تتواجد هنا على المركز الثالث؟ ننتقل ونتعرف على المركز الرابع، القدوم والوصول من غلا، هذه غلا سعيد بن جعفر بن سهيل، أو هنا بداية من تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي صعب المضمرين، من يتواجد معنا في هذا الشوط؟ ننتقل للمركز الخامس، ومن تتواجد على المركز الخامس الشحانية محمد بن حمد بن مسفر الشهواني، من يتواجد مع الشاهينية على المركز الخامس؟ هذه نتيجتنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الشوط. نرجع وإياكم إلى شوط مزنة الفتان هنا، ولكن هذه المرة هنا على ظهر هملولة، هملولة من تحتل المركز الأول مع 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 مصبح بن راشد الفتان. الله الله، يريد النقطة الثانية في هذا المساء كما شاهدنا أيضا أحد النقاط مع مزنة ومع مصبح بن راشد الفتان. يا سلام يا سلام، البداية والمقدمة كما أسلفنا مع هملولة، بينما تليها على المركز الثاني، ومن تتواجد على المركز الثاني القدوم من زاهية مع زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، من يتواجد مع زاهية الجمال زاهية الأداء؟ هنا من تحتل المركز الثاني، يا سلام يا سلام، زاهية على المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، ومن تحتل المركز الثالث تتواجد فيه القدوم من ضبية علي بن حمد بن علي العطية، من يتواجد مع ضبية على المركز الثالث؟ ننتقل هنا مع شعار بن مرخان، من يصلنا مع بداية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي، من يتواجد مع بداية على المركز الرابع؟ ننتقل للمركز الخامس، ومن تتواجد فيه هنا على المركز الخامس القدوم والوصول من الشحانية محمد بن حمد بن مسفر الشهواني؟ هنا من يتواجد مع الشحانية، وهذا هو نيدان الثاني أيها الإخوة المتابعون أينما كنتم عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لهذا الحدث الكبير، وعبر قناة البدع الفضائية كذلك الناقلة معنا لهذا الحدث، وكذلك جميع القنوات دبي ريسنج الفضائية، وكذلك أيضا قناة ياس، وكذلك قناة الدوري والكاس، وعبر الأثير. الله، نرجع وإياكم مع شوط الحادي عشر، مع شوط الإثارة والمتعة، هذه الحيل التي وصلت إلى هذا المستوى إلى هذا السن لها صولات وجولات، سواء في هذا السن سن الحيل، أو كذلك في سن الثنايا، أو كذلك في سن الجداع، ما صبروا عليها ملاكها حتى
حتى أن وصلت هذا المستوى إلا لها تاريخ حافل، إلا لها إنجازات عديدة، إلا لها سجلات حافلة. مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. هملولة من تحتل المركز الأول وتسيطر على مقدمة هذا الشوط. هذه هملولة كعادتها دائما وأبدا متقدمة هذه الجموع ومتصدرة هذه الأسماء، تحمل شعار مصبح بالراشد الفتان. الله، يا سلام يا سلام، دير بالك يا الفتان، أسماء قوية لا يستهان بها هنا في هذا الشوط. ملاك ملاك صالوا وجالوا في كل ميدان. يا سلام، الله، خلفك هنا وأولهم، أولهم هنا أيضا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هنا هنا أولهم مشاهدينا الكرام. شعار زايد بن منصور الخيالين مع زاهية، زاهية زاهية مع أهالي العوينة هنا يتابعون الموقف. أحد أبناء الشحانية هنا 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 يطالب أن يكون الناموس هنا في ميدان الشحانية، لا يذهب بعيدا، ولكن 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 مشاهدينا الكرام، هذه الرياضة العربية الأصيلة التي يسمح لها في التسلل ويسمح لها كذلك بالفوز أيضا جميع المشاركين. نتمنى للجميع التوفيق بإذنه تعالى، وأهلا ومرحبا بمن قدم ووصل إلى أرضية ميدان الشحانية للمشاركة معنا في هذا العرس التراثي الكبير وهذا المهرجان الختامي الذي يقام تحت رعاية كريمة من المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني، يحفظه الله ويرعاه. يا سلام يا سلام، نحن نعيش في هذا اليوم ومع هذا السن، سن الحيل. يا سلام يا سلام، بإذن الله تعالى موعدكم مع سن الحول بإذن الله والزمول في يوم الغد مع أصحاب السمو والشيوخ والسعادة هنا كذلك في مثل هذه الأشواط، فترتنا الصباحية وفترتنا المسائية، بينما يكون الموعد يوم الأربعاء القادم. يا سلام يا سلام يا سلام، الأمور الأمور هنا على المركز الثالث. نأخذ اللي في المركز الثالث، شعار العطية مع ضبية علي بن حمد بن علي العطية، من يتواجد على المركز الثالث والمركز الرابع. وصول من بداية بداية بداية، هنا تحمل شعار الجودة على رأسها هنا مادة الزعفران، لا زالت علامة الجودة هنا تحملها هنا بداية على المركز الرابع. على المركز الرابع محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان قادمة من ميدان المروم للمشاركة في هذا الميدان. نتابع المركز الخامس، ومن وصلت على المركز الخامس أول نداء لضبية عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، من يتواجد على المركز الخامس. هذا هو النداء مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، ندائنا ندائنا للمراكز الخمسة الأولى أتممناها على حضراتكم كاملة مكملة. نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الانطلاق، 3 كيلومترات يا متابعين يا مشاهدين الكرام. إذا سألتم عن موقعنا فنحن نقترب من لائحة 2 و500 متر الأخيرة هنا مشاهدين الكرام. القيادة مع هملولة، هملولة 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 مع المركز الأول، هملولة من تحتل الصدارة، ولكن هناك من الجانب الأيمن، هناك من الجانب الأيمن زاهية، زاهية غيرت من الجانب اليمين، زاهية من تغير مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، من تغير من الجانب الأيمن، زاهية الجمال هنا. يا سلام، زاهية لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين من الجانب الأيمن تغير إلى مقدمة هذا الانطلاق وإلى المركز الأول. هذه زاهية من تحتل المركز الأول وعلى المركز الثاني، هملولة هملولة لمصبح بن راشد الفتان من تتواجد على المركز الثاني. يا سلام، الله، شوف الثنتين اللي انفردا عن بقية المراكز مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، هذه الثنتين اللي انفردا عن بقية المراكز، الثنتين. يا سلام يا سلام يا سلام، الأمور الأمور مع الفتان، والأمور تسير من صالح من صالح من صالح أبو منصور زايد بن منصور بن غانم السيف الخيالين مع زاهية من الجانب الأيمن. يا سلام
ام كيلو وين متر اخيره، كيلو وين متر اخيره، زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، اهالي العوينه هنا يتابعون 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 الانطلاق ويتابعون ويطالبون بنقطه هذا الشوط. الامور مع زاهيه، زاهيه زاهيه الجمال، زاهيه الشعار المميز. يا سلام تحركت هملوله 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 مع شعار الصائم صبح بن راشد الفتان على المركز الثاني. شوفوا 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 هذه الحيل، هذه الحيل مشاهدينا الكرام التي صالت وجالت في كل ميدان. ها هي تعيد 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 هذه المنافسات هنا في هذا الميدان وفي هذا المساء بالتحديد. 1500 متر يا متابعينا الكرام، اذا سالتم عن موقعنا فنحن نتجاوز عنها هذه اللائحه. 1500 متر، الله روحت زاهيه روحت زاهية مشاهدينا الكرام، بانت المنصة وشافت المنصة وروحت زاهية للناموس للناموس. الله شوف المركز الثالث، شوف الخطر قادم هنا على مستوى المركز الثالث. بداية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. الله زاهية 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 مع المركز الأول، زاهية مع الناموس، زاهية مع الانطلاق الأول. شوفوا 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 بن مرخان بداية، وصلت وصلت يا أبو منصور، وصلت بداية بداية تقترب. زاهية على المركز الأول، زاهية مع الصدارة، زاهية بهذا الأداء بهذا التميز بهذا الانطلاق الأول. زاهية زاهية يا سلام، وصلت بداية وصلت بداية. يا سلام هذه بداية مشاهدين الكرام هنا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، غيرت بداية الأمور. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي مع بداية ومع الانطلاق الأول صعب المضمرين مشاهدين الكرام، يأتي في الأمتار الأخيرة ولكن عادت زاهية، زاهية عادت مرة أخرى أو راهية. يا سلام زاهية زاهية تعود مرة أخرى مشاهدين الكرام، تعود 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 في صلب المنافسة. زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة، زاهية ولكن بداية بداية كلها. شوفوا شوفوا علامة الجودة على رؤوسها هذه الثنتين. يا سلام بداية 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 مع الناموس، بداية هنا مشاهدين الكرام ولكن وصلت وصلت. يا سلام زاهية زاهية بداية بداية زاهية زاهية بداية 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 زاهية ولكن الله بداية بداية تهانينا والناموس لمالك بداية على فوزه وتحقيقها بهذا الناموس الغالي. المركز الثاني وصلت فيه زاهية، زايد بن منصور بن غانم السيف الخيرين المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث، وصلت نشوى لراشد بن خلفان بالشاوي القفلي. اما المركز الرابع الضبي لعبد الهادي بن حمد بن هلية المري. المركز الخامس وصلت ضبية لعبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. تهانينا والنبوس لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نتابع واياكم التوقيت الزمني ولحظة وصول بداية عند ما انطلقت نحو الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل ونحو الناموس. تهانينا أيها الإخوة المتابعون في كل مكان لجميع الفائزين. هذه لحظة وصول بداية لخط النهاية، 12 دقيقة 43 ثانية 48 جزء من الثالث. تهانينا والناموس لمالكي بداية محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الكتبي على هذا الناموس الغالي. المركز الثاني وصلت فيه زاهية 12 دقيقة 44 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لزايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. المركز الثالث وصلت فيه مشاهدين الكرام نشوى، قطعت المسافة في زمن وغدرة 12 دقيقة 52 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نشوى راشد بن خلفان بالشاوي القفلي.